Our next game is coming soon. لكن coming soon عنا إرسلة بدور فاشونيلا. وعنا هيثم بدور تيكو. ودوري بدور لاعب ملاعب. لاعب ملاعب. Coming soon مع أرسولا دكاش بدور فاشونيلا، وهيثم سعيد بدور تيكو، دوري سمراني بدور لاعب ملاعب. فاشونيلا أهم رئيس التحرير مجلة موضة بالبلد. أوه. تلبس أجمل تياب وبتمشي كأن عارضة أزياء عالمية. بس عندها مشكلة، عندها مشكلة إنه ما فيها تعرض أزياء إلا هي وعم بتنط على إجر وحدة. يا معقول طيب؟ ولما توصل فاشونيلا على مكتبها الصبح الكل بيخاف منه لأنه بتصير تعطي أوامر. شيلوا لي شيلوا لي هالغراض، شو هالتياب؟ ليش هيك مصفصفين؟ زبطون كل براند لحاله مثل ما صرنا سنه بنحكي. كيف يعني هيك؟ وكل ما بتشوف حدا بتصير تنتقده على تيابه البشعين. معقول معقول يا يا لا ما مش قادره اطلع. مش معقول مش معقول هيك بانطالون طب مع هيك شميز طب مش مسموح. اما كثير ايوه ايوه تخنيت. وعندها محط كلام انه بتخلص كل جمله بعباره شو معقول هالجوعان. معقول طيب معقول شو هالجوعان؟ طب مولع معقول طبعا عن جد مش كل شيء بالمصاري انه كل واحد يكون مزدوج مش ضروري يدفع كثير بس هو جوع جوعان بحياته الطبيعية. تيكو مساعد فاشونيلا شخص قصير صوته رفيع بضله يرمش بعيونه. شجوع لا انا كفايه قصر النهار جاي اخطبها مش موافق عشان قصير. عيل صغير بيبيع شاي يطلع انت تيكو بقى المره دي يلا لكن هاتيكو عشانك لا تيك يا عم براحتك انا ما تيكو خلاص بقى بلشت يا كلام. لكن هاتيكو مساعد فاشونيلا شخص قصير صوته رفيع وبيضله يرمش بعيونه. تيكو مش مسموح بعدنا جايين من باريس من الفاشن ويك كيف تارك هيك المجلة فلتاني يعني انا ما عم بفهم انا كان عمري اتكل عليك روقي ليه معصبه هالقد ليه معصبه ما تقفيه بتعرف انه بحب هالحركة عم مش جوعان بعدين شايف بنطلون هيدا كل شيء زائد لك تياب معي من الفاشن ويك هالقد عم تعطيني معاش طيب شو هالقيمه هيدي مش معاش جوعان مش قبل ما يحكي قبل ما يحكي بيعمل صوت زمور دايما ليش جوعان ما بصدي ما بصدي معقول كل شيء جايبين معنا تياب هول اللي لبسون بيب عني هيدي الايمج اللي بدنا نعطيها للناس انت الجوعان اسكتي ما بصدق اللي عم بيقول دوري يا ميتك انا صنعتك انا بدمرك انا صنعتك انا بدمرك يا جوعان بيب بيب بتصير فاشونيلا تعطي اوامر وهو عم يركض لينفذ لياهم بارضك هلا يا جوعان شلي شيل ستاند شانيل حطوا حد ستاند ال في يلا على السريع اسرع يا جوعان شو نوري لك هالتياب مش قادرة اطلع فيك اليوم كثير الجوع ضارب بس كثير لا كثير جوع يلا اسرع 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 موف موف شو بعد بعمل بدي حركة بهالمجلة بدي حركة يا جوعانين بيوصل الفنان لاعب ملاعب لعند فاشونيلا تيستشيره بقضايا الموضة لاعب ملاعب فنان مغرور وعنده غنية اسمها اكستنشن تلك بالدنيا بضلوا يغنيها شد حالك شوي خلص كده انت هلا تيكو ابعد عشان عايز اتكلم مع ستك تيكو خلص تركنا اكستنشن تلك سكر الباب وراك شو اسم الغنية؟ اكستنشن تلك اكستنشن تيك بالدنيا تيكي تيكي تاع يعني بدل اكستنشن تيك اكستنشن تيك بدلك تغنيها سكر الباب وراك بليز يلا يلا يا جوعانين خليني بس بجوع بهالمجلة كيف نحامله بعد اشتغل هون تفضل مسيو كيف هي ساعدك دام روقي شوي اذا بتريد بلا لمس هلا جوعان ولا جوع لا باردون
انا راجل مطرب مشهور ومن حقي اعمل اللي انا عايزه. اكيد بتموتي عليا بس مش عايزه توضحي. كيف في خدمه مسيو؟ تفضل. نحن هون بيب جيب لكم شيء. ديكو ديكو ما طلبت وراك. تركو جعان رجال طلع لبرا. تفضل كفه. ما جربتيش تجوزيه؟ بدك اكستنشن تك بالدنيا. هتغني اكستنشن تك. انا مطرب كبير عندي اغنيه مشهوره جدا. بين جعان شهره من شكلك. تفضل كفه. انا كنت بجهز الكليب الجديد ومحتاج حضرتك معايا كستايلست، يعني عايز اخد ال تيك تيك اكستنشن تك. ثانية واحدة، ما سمعتيش اغنيتي قبل كده؟ شو هي مستر؟ انا ممكن اغنيها بس الدموازيل ترقص معانا؟ لا تيكو عنده شغل. تفضل اكستنشن تك يلا يا تيكو. اكستنشن تك يلا يا تيكو. اكس 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 والله جوعانين. جوع جوع. بصير يترجم لك كلماتها وبغنيها بالهندي. مش عارف ان انا بغني الاغنية دي اترجمت في كل لغات العالم، ما سمعتهاش بالهندي؟ لا ما سمعتها. واو غنيها لك. اكستنشن تك 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 اكستنشن تك 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 اكستنشن تك 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 وبالروسي. ما سمعتهاش حتى في روسيا؟ كمان بروسيا. اوه ماي جاد. اثنين فودكا هنا عند المرحوم. اكستنشن تك 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 اكستنشن تك اكستنشن تك 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 اكستنشن تك اكستنشن تك اكستنشن تك بالاسباني بالاسباني. I'm impressed. يلا ترو. شفت تن تك 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 تن تن تك 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 تن 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 لا 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 لا. بيب. واو. أول ما بتشوفه فاشانيلا بتجن وبتصير تنتقد له تيابه. إيه مش مزبوطة ها. مش حرير. بيب. يا. لا 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 قد ما بتكون قرفانه قد ما بتكون قرفانه وقد ما بتكون قرفانه من ستايل تبعه بتصير تنتقده بلغه ما حدا بيفهمها. لا 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 مش عامله بروبليتو مليان شو عامله يعني يا جوعان شو قولينا وشو ما بتقول تيكو بيدعمها مع زمور يعني كثير بشيء مع زمور يا جوعان يا يا كثير جوع 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 مع زمور يعني بيب تيكو تيكو بيب بطل مدام انا مشهور ومش محتاجك انت بترد عليا بالفصحى بس كل ما يبلش الجمله بتقطشه وبتكفي انت انا لا احتاج اليك مش قادره هيدي انا لا اهتم بالعمل معك هيدي كولكشن انا لا احتاج اليك تماما كولكشن انتبهي الي انت والشنطة هذه الأنسة التي تعمل معك اولا هو بطري لو بيب بيب غيري له اي بطري اشحنيه ما يشحنيه غيريه وبيكبر المشكل بيكبر المشكل اسمعي يا ابو الشنطه اسكت يا تيكو فاشانيلا انك تشحتي من فضلك اسمعي يا ابو الشنطه لا استطيع ان اسمع عليك اكثر من هذا لا اريد ان اعمل ما يلا في داهيه تطلب فاشانيلا من تيكو يشحت ولا لا بس بيرفض بيرفض تنشحت لبرا الفنان وبتولع المعركة بينه وبين تيكو أنا أرفض أن أخرج من هذا المكان ستخرج لن أخرج يا جعان لن أخرج بينك وبينك لابس الشنطة لابس يلا يلا من هنا لابس الثياب من 2013 يلا يلا من هنا يا جعان يلا ما نكتب عن من هنا لمي بتاعه ده يا جعان وفاشانيلا عم بتشجع تيكو كأنها تشير ليدر انت تشير ليدر يا تيكو يا تيكو يا تيكو يلا انت لو طلعتلي في الكشري هاتلك تيكو شو بيك يلا شو شو تشير ليدر يلا تيكو يلا تيكو يلا تيكو يلا تيكو مين رح ينتصر بالمعركة المصيرية؟ لا أعلم شو هالجوعان قريباً على شاشات الليل جنوب ليل جنوب يقدم قصة فاشانيلا أهم رئيس التحرير مجلة موضة بالبلد شلولي شلولي هالغراض شو هالتياب؟ ليش هيك مصفصفين؟ زبطون بس أقسى نقدي بهالمجال
معقول معقول يا يا لا ما مش قادرة اتطلع. مش معقول مش معقول هيك بنطلون طبعا هيك شميز. انتقادات اتهامات واعتراضات. شو معقول هالجعان؟ طيب معقول شو هالجعان؟ تيكو مساعد ما بيقدر يسيطر على غضبه. طيب كيف تارك هيك المجلة في التاني؟ يعني انا ما عم بفهم انا كل عمري اتكل عليه. ومضطر ينفذ اوامره. بارضك هلا يا جعان شلي شلي شيل ستاند شانيل حطه حد ستاند قلبي لحد ما بيوصل لاعب ملاعب ليستشير بالموضة. مش مزبوطة مش حرير. غضب فاشونيلا على لاعب ملاعب بيكبر. رملاته مليان شو عم وتيكو الداعم الأكبر. ولما يكبر الخلاف ما بيبقى إلا المشكل. توتر كبير. شعارات حماسية. اكستنشن تك 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 اكستنشن تك. ومعركة حاسمة. ستخرج لن اخرج يا شعار لن اخرج يا بيبي. مين رح ينتصر بالمعركة؟ يلا تيكو ويلا تيكو ويلا تيكو. شو هالجوعان؟ coming soon.